مرحبا. صباح الخير. صباح الخير يا حكايات. ارجعي تحت السرير. ماذا تفعلين هنا؟ مرة أخرى، هل يجب أن نفعل هذا؟ موافقة. عمل جيد يا وينزداي. أوف، لقد تخلصنا أخيراً منها. تحذير. تم منح الإذن. لنبدأ بالأشعة الصوتية. قمنا بعمل جيد، أليس كذلك؟ بالتأكيد، هذا سيبقيها متجمدة. هذا التحدي الشهير، وينزداي ضد ميغان، طالبات في المدرسة. أتعرف على بصمة العين؟ هذه هي خزانتي مع جميع الأجهزة المستقبلية. هذا الباندا الصغير يطلق الليزر، انظروا. واو، أنت رائعة جدا يا ميغان. ماذا لدينا هنا؟ اليد، عيون، دودة عملاقة. أوه، كنت أن أنسى هذه. ماذا عن هذه الأصابع الدموية؟ شهية. انظري وينزداي، إنها تأكل أصابع، إنها شرسة جدا. شكرا يا وينزداي. سأفجر خزانتها. ها؟ ليست مؤمنة بشكل جيد. ما هذا الشيء؟ ابتعد عني. سأنال منك. ما الذي تفعلينه؟ كنت فقط أنا سأذهب الآن. غريبة الأطوار. أوه، لم يكن عليك فعل ذلك. ماذا؟ وينزداي، لدي هدية لك. لماذا دائما ليس لي؟ سوف تحبينها، لنتذوقها معا. سأثبت لهم، لن يتهنوا بهذه الكعكة. ليس وأنا هنا، انفجار ناري صغير. وداعا للكعكة العملاقة. يبدو أن وينزداي لديها رؤية. يا إلهي، ماذا حدث؟ أوه نعم، هذه ليست مجرد شمعة، سأريها. أوه لا 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 لا، ليس مجدداً. سأنال منك يا وينزداي. ليس هذه المرة، إنه يوم عادي في المدرسة. واو، انظري لوينزداي، لنذهب ونتحقق من ذلك. كيف فعلت ذلك يا وينزداي؟ هل يمكنك أن تعلمينا؟ سأحاول، لنرى ما سيعتقده الجميع عنها بعد أن أخرب وجهها. إنها تحب اللون الأحمر كثيراً. الطريق آمن، لأهرب. تمرين جيد، الآن حان وقت الاستحمام. ما هذا؟ سأعرف من فعل ذلك. أني، نعم، ماذا حدث لوينزداي؟ تقصدون وجهي؟ إنها موضة جديدة. إنها تسبق الموضة دائماً، لنذهب. ماذا؟ هذا رائع جداً، نلتقط سيلفي. ابتسموا. شكراً يا وينزداي، تستمرين بالتألق دائماً. وينزداي، وينزداي، أيمكنني أخذ صورة لك؟ إنها صورة رائعة. عفواً، أعتقد أنك قد ترغب في هذه. لا، لكنني يمكنني تعليقها هنا. سوف تكون لعبة ممتعة. هذا مهل جداً. وداعاً.
شك 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 شك. اختفي الآن. إذن ما رأيك؟ سألقنهما درسا. بعض الكريمة المخفوقة للتنكر، وبعض الحلوى الملونة، فقط لجعلها جميلة. لن يعرفا أبدا. دعيني أمسح المجال. ياي، مشروباتنا هنا. ملابسي اتسخت وابتلت. من فعل هذا بنا؟ لا تقلقي، سأصلح الأمر. هذه المفرشة لها ألوان جميلة. لا أستطيع أن أصدق أنك قمت بذلك. يبدو كأنه فستان من الحرير. لن أفوز أبدا. لنقم بعمل كوكتيل رائع. نضع الحلويات، أربطها بهذا الإكسسوار، والماء يتحول إلى مشروب لذيذ. نضع مظلة. بصحتك. بصحتك. هدية صغيرة لك. جميل. ماذا يمكنني أن أفعل بها يا ترى؟ أوه لا، رسمتي المفضلة. من قد يكون فعل هذا؟ لا لا، لست أنا، إنه أنت. أنا؟ لا لا، خذي هذا المشروب المنعش. أحسنت يا وينزداي. شكرا يا ميغان الشرسة. أتريد بعض الكاجو يا صغيري؟ حسنا، لنرى ماذا لدينا هنا. أريه يا وينزداي. رائع، تستحقين جائزة. ياي. والآن ميغان، يبدو وكأنك لم تبذلي أي مجهود. هذه درجتك وينزداي. أوه، أحتاج للذهاب للحمام. أعطني إياها بصغيري يا فتيات. سأريه عن طريق خلط كائنه اللطيف. قل وداعا الآن. أين صغيري الأزرق؟ انظر. أعطني إياه. وقف العملية. نحتاج لفتحة وملئه، ثم يجب أن نخيط الجرح باستخدام خيط خاص. ونستخدم لاصقاً للحماية. وانتهينا. أوه وينزداي، كأنه جديد. تفضل. من هو صغيري الأزرق اللطيف؟ أنت، أنت. شكراً يا وينزداي. كيف فعلت ذلك؟ حان الوقت لإخراج فستان النقود. أريد أن أبدو أفضل. هذا الثوب القديم ليس جيداً. لدي فكرة، تحققوا من هذه الخدعة السحرية. أوه واو، أصبح مذهلاً. ثم قلت لها ما هذا القميص؟ يا إلهي، حقاً يا بنات، انظروا لفستاني. أياً كان. ثم قلت لها أنه ليس جميلاً. يا إلهي، ما هذا؟ يا إلهي، هذا الفستان مذهل للغاية. شكراً، صنعته بنفسي. حقاً؟ رائع، أعجبني جداً. أوه، ما هذا الفستان الرخيص؟ لدي بلسم الشفاه الجديد كلياً هذا، وهو باهظ الثمن. إنها يائسة للغاية. لدي لماع صديق للبيئة. نضعه على الزبدة. أوه، هذا ذكي.
ورائحته لطيفة جداً. أياً كان، أنتن كلكن فقيرات. لاطق انتظار هذا الفيلم الجديد. وأنا لاطق انتظار القبلة. جبن؟ ها؟ أوه، لم أحسب لهذا، لكن أنفاسي كريعة. من الجيد أن نضيع عطراً. أنت هنا؟ سوف تساعد مطفاة الحريق بالقضاء على الرائحة. لماذا المكان زرق جدا هنا؟ مرحبا. مرحبا أيتها الوسيمة. آسفة، لم أنتبه. لا تقلقي، أتريدين الجوب؟ لا شكرا. هلا ذهبنا؟ هيا. أنا مستعدة. ماذا؟ لقد سرقت صديقي. سحقا. حمامك يا سيدتي. هذا ما أتحدث عنه. وبعض التدليك الذهبي لأقدامك المتعبة. صباح الخير. يا إلهي، يجب أن أستحم. لا أستطيع حمل هذه والغسل في نفس الوقت. يا لها من حيلة رائعة. مهلا، أتريدين الانضمام؟ هيا، أحضرت واحدا لك. يا إلهي، لا أصدق. يا رفاق، انظروا إلينا، لن تحتاج أبدا إلى دش مختلف مجددا. على إعجاب أكثر مني مجدداً. أوبرون. تحققوا من هاتفي، إنه مغطى بالألماس. ابتعدي. متباهية. لعبتي ترن. يا إلهي، لديك هذه اللعبة القديمة؟ إنها من التسعينات. واو، أيمكنك اللعب بها؟ لحظة، يمكنني تحويل هاتفي إلى قطة صغيرة. انظروا يا رفاق. أيا كان. ماذا عن كلب حقيقي؟ مرحبا يا جميل. ممل. ماذا؟ وهذا؟ يا إلهي، عنكبوت. هذا مضحك. إنه عيد ميلادي. خذ. لا، خذي. تهانينا. شكرا لك، تستحقينها. أستطيع التحمل. مهلا، يا لها من صورة جميلة. نحتاج لبعض التحسينات. انتهيت. انظروا لهذا. من فعل هذا؟ الخطوات تؤدي إلى ما هذا؟ أنت كيف تجرؤين؟ أعطني إياها. لكن لم أفعل شيئاً. أمامي. هنا، نظفي هذا. ليس مجدداً. انظروا، إنها تقوم بحركاتها مجدداً. حان الوقت لفيديو تيك توك. ماذا؟ لا. صباح الخير لي. حان وقت روتيني الصباحي. بعض البطولات الذهبية بالعينية المنتفخة. لا يمكنكم تحمل نفقتها. فستان النقود. يا
يجب أن أظهر للناس أنني غنية. صباح الخير. عيناي متفقتان بعض الشيء. لنرى ماذا يدرك الكمامة. قشر الموز رائع. ما هذا اللمعان؟ لحظة، صوروا هذا الجانب. هذا يوجد على إنستغرام. كم عدد الإعجابات؟ حان وقت الموز. أتحبين الموز؟ أحب الموز. نحن نحب الموز. يا لهما من أبلهان، لا أصدق. إنها فتاة الموز. هذه أنا. أتريدان البعض؟ حان وقت الموز. افسح المجال للنجم الأول. يمنع التصوير. يا إلهي، إنه هو. سألتقط صورة معه. هذا ممنوع. حقا، مسدس المال الخاص بي يحل جميع المشاكل. أوه مال. أوه مرحبا نجمي المفضل. أوه لا تلبسي وجهي. انتظري، هل هذه رسمة لي؟ أحب هذا الفن الرائع. ما رسمتها بنفسي. هكذا تماما. أتودين أن تكوني زوجتي؟ أوه يا إلهي، نعم. لنذهب. أوه المال. مرحبا سيدتي. لا تلمسني. انظروا لحذائي، رائع، أنيق جدا، غالي جدا. أريد مثله. حذائي قديم وممزق. أصنع شيئا من هذه الدمى. أها، حذاء الدبدوب. انظري. يا إلهي، مذهل. هذا رائع جدا. الأشياء المعادة تدويرها هي الأفضل. انظروا، مرحبا، لقد عدت. تبدو كفزاعة، سألتقط لها صورة. يا لك من فاشلة. ماذا؟ لا، هذا ليس مضحكا. طلاب المدارس قليلون. لقد سئمت من هذه المدرسة القذرة ذات الرائحة الكريهة. قديرون! الجميع أغبياء! أنت! ماذا تعتقدين أنك تفعلين؟ لا شيء! سوف تنظفين كل هذا! نم 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 نم. لا أعرف كيف أنظف! أوه أنت! أتريدين الشيبس؟ تعالي إلى هنا! لا! لقد سئمت من هذا! أولى، يبدو كفضلات الطيور. يا إلهي، لا، لن نأكل هذا. أيها الخادم. أجل. أيمكنك شرب شيء آخر؟ بالتأكيد. استمتعوا، جراد البحر والإسكابي. يا إلهي، هذا سيء للغاية. لذيذ. هذا ما أريده تماما. باميلا، أيمكنني المشاركة؟ بالتأكيد، لنقسمها. رغيف فرنسي طازج، ابتسمي. ليس مجددا. أيها الخادم، هذا لا يزال حيا. تحققوا من سماعاتي.
جميل. فاشلة. أنا لدي هذه القديمة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنا أعرف، أحتاج لبعض ورق المقوى. انظري هذا الصندوق الصغير. ولكن ما الذي أستخدمه كسماعات أذن؟ هذه سجدي نفعا بالتأكيد. هل هي حقيقية؟ هل تعمل؟ أجل تعمل. هذا مضحك، يجب أن أصور هذا. أوه، فرصة استثمار. سأعطيك مليون دولار لفكرتك هذه. رائع، أنا غنية. هذا سيغير العالم. سيلفي. انظروا إلينا، نبني شركة ناشئة. هذا مؤكد. سماعتكم العضوية الجديدة هنا. تصميم راق لعام 2022. إنها بابيلا المزعجة، أنا أكرهها. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.